ولو قال إن ظاهرتم لبي بسم الله الرحمن الرحيم ولو قال دري إن ظاهرت منك أجا ظهار من لتكرت أو آليت يعني إلام كرت إلى سندة أخوة نزل شنابي أو لا عنتو أجا لعانم كرت أو فسخت النكاح بعيبك مثلا يعني فسخ نكاح يمكن أو إشانم أجا كرت فأنت طالق قبله ثلاثا فيش أو إشان سيبس يتراقد بكوي ثم وزد المعلق به لدواج أو إشان قد بوي همو يكرت من الزهاري وما بعده أو يقول بي أقا زهارم كسي بس يتراق اللي بيش دا قد بي زهارك أي كرد أو يدي كشحروها إلاو لعانو فسخو عيبو أوانا إيه ففي صحته أي المعلق به من الزهاري وما بعده الخلاف السابق وعيني أو قوتا قوتا بعسي دوري أوانا ديتا وسري فإن ألغينا الدور أقا أما برين لعمل بلغ بدوري ناكي صح الجميع ذلك او انا هميان صحيحا هميان صحيحا زهار لعان او انا صحيح انه تراقى كسي بس يشناكوي اي بيشا لو شنشي اگر سيبس يكل بيش دابكوي معنى او زهار فسخ الى انا هم بلاشا وشي او انا بلاش بو وقت خوش قدوي اگر او اشارم كد او زتراق بكوي اتو قد او اشارة نكرا سنيا وش السنة بدي تراقك كوكاد أو بودور أجا عمل بدوري بكاي أو أنا إزنينا أجا عمل بدوريش دكاي أو أنا هون قولي بقوتي جوهابو أو كابري دي قود أجا أمش نخوم تراق دا لبيش دا سيبس يتراقم بكوي استاش نخوي تراق دا أتبري أو تراق كد برن سيبس يكي بيش أدناك ليرج أو هيا بري زهارة كبا زهار عسابة إلا با إلا عسابة لعان بلعان عسابة فسقي بالعيب فسقي بالعيبة تراق سيبس يكي بيش أدناك غريقناك ولو قال أو زاري قصتش دي كجزور بمعنى ذكا دري إن وطئتك وطئا مباحا دري أقا بحراري أمن تشتو هاتم دري تشنيخو أو فأنت طالق قبله لبيش دا تراقد بكوي وإن لم يقل ثلاثا بس يجنبي تراقد بكوي ثم وطئ وتأكي كرت ولو في نعو حيضين لو لأن المراد المباح لذاته وطئ مباح لذاته حيض لذاته مباح عبرا لبن أودس الرجاي حراما فلا ينافيه الحرمة العارضة إشتا حراما لبا أمرش عارزي أدي الدبر أو السنية أو حرامة فخرج الوطء في الدبر فلا يقع به شيء خلافا للأزرعي لأنه لم يزد الوطء المباح لذاته مباح لذاته ناتز وطي في الدبر بس حساب نية وفارق ما يأتي فرق دقر أوي هياك لو الروح يواب لبعسي وطي في الدبر أقوتي وطي ممكن تراقم بكوي وطي في الدبر بكوي تراقيناكوي وطي في الدبر وتأنية بأن عدم الوقوع هنا لعدم الصفة صفتكي لأنها تتزكى لك مباح وفيما يأتي للدور لو الروح والدور تدالوه ناكوي أفرقكي أوه إبعسي دبوري يعني لو الروح وبعسي وطي في الدبور دكادر تراقي ناكوي لبالدوري ليرانا لو تراقي في ناكوي سنشي وطي مباحنية أو زا بين وسم وزعي خوبان ولو قال إن وطعتك مباحا فهو حاشي بخنينه رقم دو در قوله وفارق ما يأتي المراد أنه إن وطئ في الدبر لا تطلق بوطئ في الدبر تراقناكوي لعدم وجود الوطئ المباح لذاته وإن وطئ في غيره قد يقل غير دبر بي فكذلك أو يشهر ويبرا لكن للدوري لبا الدورية فعلم أنه لا يلعقها الطلاق المطلقة وإن اختلف زيادة عدم الوقوع ويا تواوى شنو ما تذكر لم يقع قطعه وكوت قد بو اگر امن وقت امدغه خزانه خو كرد بو وقت اچي مباع تراقد بكوي لپيش دا تراق بكوي وشو وقت اكي كرد لم يقع تراقينا كوي ادي بدو بوري بويش لم يقع بل لم يقع في الدبوري لبهند شنو شي وقت في الحلال نيا ادي لم يقع اير لبسيا للدوري لبد الدوري تراقينا كوي لو إذ لو وقع أقا قوتوان تراقي كات أو تسوان زق جنيخو قد بي أقا تسوان زق جنيخو تراقم بكوي أتوش قوتد والله تراقت كات أقا تراقي كات
لخرج الوطء عن كونه مباحا او تراقه كهنجي وطء كنابت مباحا تراقكت اي ولم يقع ما دام تراقه كناكوي تراقه كناكوي قلت بي اگر وطء مباحا كل تراق من البيش دام كوي اي او قلت بوطء تراقي كت وشي تراقكت وطء كنابت مباحا اي وشي وطء مباحا نبي تراقي ناكوي لتراقكتني لازم دي تراقنا كوتن تدور ولم يأتي هنا ذلك الخلاف تازه قوتد ففي صحته الخلاف الخلاف بلي. الخلاف ولو قال إن ساهرت أو آليت لمندري أو اختلاف بشان هيا برام لير أنا حز اختلافني لو لأن محله إذا إن سد بتصحيح الدور باب الطلاق او غيره من التصرفات الشرعيه هنجني ويا اگر لبا دوري تحس تراق نكوي لدوري تراق نذكر لو يا اتو دد والله من عمل بدوري ناكم وذلك غير موجود هنا لرانونيا شو تزكشن خلوي هو تراق بدرق دك كيف اخوتي برن اي دوري دد قد حتى تراق بدا تراقش بالتراق ناكوي تنبيه ليس لقاض الحكم بصحة الدور كما علم مما مرة أو الدوري أو الروجي قاضي درستني عمل بيبكا نعم أديق قاضي مذهبي أو هابو دور درستا وش علماء كان إن اعتقد صحته بتقليد قائله ودقوا تقليد أو قائل إذا كم أريد دور صحيحة وصححناه بشر قاضي تقليد بكا درستا لم يكن له الحكم به ديسان لو إني حكم بيبكا إلا بعد وجود ما يقتضي الوقوع أجا إيشك قوما عاتنك إني هنجي حكم بيبكا قيدينيا بلن بيشي وقتي نابي بريار بدا بري دور سنية وتراقي بيناكوي فتواي بدا بري دورة سنية وتراقي فينا كوي درسنية بس اگر يشك قوما هاتنا كني فتواي بي بدا درستا وإلا كان حكما قبل وقته حكم قبل الوقت درسنية ولو وزد ما يقتضي وقوع طلقة مثلا تراقي خوان قوتي بيك تراقي قوتي اگر نخم تراق دا بيك تراقي لپش دا سي تراقي بكوي اما قوتوان تراقك دا كوي برنسيك نا كوي فحكم بإلغائها أو تقولي والله أورش ناكوي لبدوري لبدوري قلتي ناكوي لم يكن حكما بإلغاء ثانية نبت حكم بتراقة الدوام لو وقعت زارة شدي أقرأ وشاق وماوا أتمر دون قاضي برياري دا برياري أو دون جلو أو رد قرتوا أو تنشي قلت قبل الوقت درسني قاضي حكم بك قوم لا نيفتوا يبدأ فإن تعرض في حكمه لذلك أدي أقول لأول الراقوتي أمنا وحكم كرد سبي دوزبي حتى سارش دي هر زاري إشي وقوما أو دوريا إشي بيدا كريو التراق ناكوي أقول أو هايقو قبل الوقت برياري دا بخوي أقول وهابي ديارة قاضي سنازاني هو صفه وزهل هو صفه وزهل بجي مكة لإرادي أو الحكم في غير محلي فعلمها لا يصح الحكم بصحة الدور مطلقة درزني حكم بكيبري دور صحيحة بحيث لو أوقع طلاق بعد لم يقع فتواي بدي بري تراقك بقومي بدور أو تراق ناكوي درزني كذا قاله بعض المحققين وإنما يصح إن حكم بالصحة للموزبي أقول حكم بصحته بكيبري دور صحيحة برن بموزبي حكم كيبري تراق نكت يدرسني حتى يشكل نتركني لما يأتي في القضاء وغيره ولو علقه أي الطلاق بمشيئتها خطابا قلت يجني أخوة قعزن لي تراقد بكوي دبا بكوي أوها أي كأنت طالق إن أو إذا شئت أو إن شئت فأنت طالق اي سيدوي شرطك اي سيا اشتوري تد مشيئتها دبيشنا كبري والله فهم خوشا راس تراقي دكوي بران مشي دري مشيئتها وهي مكلفة دبيشنا شي تواوبي او سكرانة يان سرخوشش بي باللبز دبي بلبز وبري منززة بمنززي رأسا بري فهم خوشا نابي بري برسي داكم دكم يان ابابم دكم اقوان فيها خوش بي اوزا فهم خوشا او تعليقة ودرسنية لا معلقة ولا مؤقتة بل بهم خوش حتى حفتيشي تراقم بكوي أو قصة سنية بمؤقت وبمعلق نعبي أو بالإشارة يعني بإشارة أو أسرخ أو هابكا معنا بهم خوشة ولو بعد التعليق يعني. من خرساء من خرساء دبي لاربي أو زب إشارة سنية دي كنا لاربي ولو بعد التعليق
باخر سك تعليق بهاش تعليقي بشني لمدة عمر خوي لاربي وشي قوتي اگر بيت خوش تراقد بكبير راسنا كلاربو لو هو اگر بري او هابكا او هابكا معنى فيم خوش تراقي كت. وظاهر كلامهم تعين لفظ شئتو قوتي دبي بري فيم خوش بزمان وبري او زماني هيا او لارا دبي اشاره بي اوی بزمانی هیا دبی بری بخو بری پیم خوشا شب کابرا گوتی اگا پیت خوشا تراخت بکوی دبیش نکدم و دست بری پیم خوشا ویوجهو ادی اگا بری بنحو بیان نحو اردتو بری اردتو نرشئتو و این رادفهو با مرادی فی ویجبی الا ان المدار فی التعالقی على اعتبار المعلقی علیه دون مرادی فیه سنشی تعلیقات دبی تعلیق لست سکرا دبی اوی بری ادي او هاغوتي اغا بيت خوشا دبي بري بيم خوشا نبي بري رازيما اغا بري رازيما تراقينا كوي او غوتي اغا بيت خوشا اغا يكبرت كشن شي بري دخلتي دار فانتي طارق حتى دخول نبي تراقي دكوي او عيني او هادري ان شئتي حتى شئتي كنبي كذا كبي خوشبون تراقينا كوي بائر ارتوش بي زين كما دار لتعليقه لسر لفظ معلق عليه لسر مرادي في نيه ومن ثم قال البوشنزي في اتيانها بشئتو بدل اردتو او زاري قوتي ان اردت طلاقك فانت طالق او برد ببري اردتو ناي بري شئتو والحاصل تسي قوت دبي بقصيبي بي في جواب ان اردت لا يقع ادي انوار دبقصي رازينيا ومخالفة الانوار له فيها نظر انوار بقصي رازينيا دلو حكم وحكمه بالوقوع نظرا لترادف اللفظين او هاي قوتيا درتشون شي مرادف تراقي دكوي اگر قوتي اگر بيت خوشه دبي تراقي دكوي وشي قوتي بيم خوشه على فور دبي دمو دزبري بها بمشيئته فور كوا وهو مجلس التواجب في العقود مجلس عقده لو مجلس نظير ما مر في الخلع لخل عجوية وشي بياهو كدر يدرسنا كي اون دا بارم بده يتراقد بكوي دبي دم دزبيداتي لأنه استدعاء لزوابها سنشي كابراد داواي زوابشنا كي دكا المنزل منزلة القبول وكو إزاب قبول بيعها ولأنه في معنى تفويض للطلاق إليها كأنه تراق كي لمسجنا كينا وهو تمليك كما مرة وجبت تمليك ملشيتيش فورا دبي بري ورازيما ورمقرد نعم لو قال متى ادي اقبري انت طالق متى شئتي او اي وقت شئتي او لم يشترط فور هنجي فور لوتسي او هابو او غائبة ادي او زاري اقب غائباتي قد غائباتي كوا كزوجتي طالق ان شاءت اشدن كلمينيا هرن فيبرين اقا عزي ليبا تراقي بكوي وان كانت حاضرة سامعة بالو هودهش بجيل دنجي فياوكيا او نوعك او بمشيئة ازنبي ينبري اقا بابي داشي بيان خوشا باتراقم بكوي كإن شئتا فزوجتي طالق دلتا خزوري اقر عزل لي باجني من تراقي بكوي دلتا براي خزاني اقا عزل لي تراقم بكوي اقر او هابي فلا يشترط فور في الجواب في الاصحي او خو خطاب نية غائباتي هذا يبري عزم لي تراقي دكوي لبعد التمليك في الأول إيه أولي وشي دري زوجتي طالق إن شاءت هيس تمليش تداني جنك هلوينيا ما عدم الخطابي ولعدم التمليك في الثاني أويد ومين دريتا في بابكي دريتا برايكي أو حتى تمليك هنينيا فلكل نعم إن قال إن شاء زيد بري أنت طالق إن شاء زيد أقا زيد عزيلي بي لم يشترط فورا زمان او هيج اشكالي تداني فوري ناوي بابا سن برسي زيد يمكن زيد كان جي قوتي فيهم خوش راس تراقه كي دكوي او زاري ولو جمع بينها وبينه اقا زمع كرد لبين جنك ولبين ازنبي قوتي ان شئتي وشاء ابوك اوها اگر اتو بيت خوشا وبابت في خوشا تراقد بكوي او فلي كلن حكمه هل كاس حكم اخوي هيش لان كذا بيدا مو دزبر بهم خوشا بابا كدرنجش بقيدين على مكا ازنبيك
إيه ولو قال المعلق بمشيئته بلي. أو زاوي قوتي أجر بيت خوشة تراقد بكوي قوتي بيم خوشة دروشي دكت بيت خوش نبو بلي. آه بدروي قو من زوجة أو أزنبي شئت ولو سكرانا أو كارها للطلاق بقلبه لدرو بينا خوشة برن لرق برشيوي ودر در لرشت ودرم وقع الطلاق ظاهرا وباطنا تراق كذا كوي هو بحث قلبي نكرديا قلت اجا بيت خوشا ايش قلت بيم خوشا وتراقيكت لان القصد اللفظ الدال لا ما في الباطن سنشي ما باطن ديارنيا لخفائه دي في غمر نيق فرمو اسامي هلا شخخت قلبه قلب ديارنيا دا اخوة سيلنا ودايا وقيل لا يقع باطنا قيل دري مادم دري لسنية تراقي لدرو ناكوي كما لو علقه بحيضها فأخبرته كاذبة وشي قلت يا جنيخو أين حيضتي فأنت طالق وأنا قال لحيضي ببين ويجم يتراقد بكوي جنك خاوين ببدرو قلت بين ويجم هو تراقي لزاهرا كد بان لباتين الناكوي إيه وش بأو هابي بأو هابي والردة والردة أقسم مردودة له بأن التعليق هنا على اللفظ وشي مسألة حيضينية حيض فعلة هو لفظ ديه اللي يرد ري اگر بيت خوشا قوتي بيم خوشا وقد وزد وزواق بيم خوش بنا كشحات زي ومن ثم لو وزدت الإرادة دون اللفظ هر إرادة بيت لفظ نبي لدرو بيم خوش بي نرى بيم خوشا لم يقع تراقينا كوي إلا إن قال إن شئت بقلبك أقبر لدرو بيت خوش بي تراقد بكوي لدرو بيم خوش بي تراقيد كوي أقبر إن شئت بتاني بحسي درينك إلا دي بزمان وبره أه ورن حيل وني حيل فعلا بفدر بدروغ وتي كتي ما عيدت راقينا كوي قال في المطلب ولا يجزئ هذا الخلاف في نحو بيع بلا رضا ولا إكراه اي بل يقطع بعدم حله باطلا اي أجزاء قريك ما رشي فروشت خورتيان لنا كردبو بلان دريل سنبو بزمان قوتي بيعتو بلان لدرو بينا خوشبو كده فروشت اه كده فروشت او زا اواج وشي ان شئتو يجنكيا الا ان شئتو يقوتمان زائرا وباتين انتراقي كد بلان كابراي بزمان دري بيعتو الا دروش بينا خوشا قردار لو يدا فروشي او بيعي ناي ناي بل يقطعوا بعدم حله باطنا لو لقوله تعالى عن تراض منكم لا يتدفن من بيع دبي بتراضي بي تراضيش او يلا درو بي اولا مطلبي أو هذا إمام الحرمين وحمله الأزرعي بلن إمام أزرعي درهم بيع أقوانية هرسي لدرو بينا خوش ببيعيني أو زور زحمتا زور زاري خرج تشي خوش دوي دشفروشي على نحو بيع لنحو حياء لشرمان بفروشي أو رعبة من المشتري لمشتري كي بترسي مسؤولة دري ورا بساندي ددي ناويري ناوي يدري كاك بو دفتر شي ددم او رغبه في زاهي يعني بياوتش غوريه غوريه مسؤوله بقصيده اذا دفروشتي وبلا موضوع نفر له تعينك بالديوار له تعينك او بيع ايش ناي بخلاف ما اذا كره لمحبته للمبيع برمزاري كبر السياره شي زور خوشي دوي كتبه كزور خوشي دوي فرمسي لساوي دي دغه فروشني برن لدري خوش ده فروشي او صاحبيني او وانما باعه لضروره نحو فقر او دين ينقردارا او فعل باطنا القطع او باشكال او بيع درستا كما لو اكري عليه بحق هر وشي اقر بحق اكراه لي بكن قرداري عالم يدري نا فروشم حاكم بخورتي بيد فروشي ولو علق بمحبتها له اي أو رضاها عنه إيه كابرة تعليق تراقي خوي كرد قوتي أقر أو تشتت خوش بي مثلا أمر تخوش بي يعني فلان كسد خوش بي بمحبت يعني برزا من دي أقر ترازي بي لمن يعني لفلان تشتي لفلان كسي تراقد بكوي فقالت ذلك جنك قوتي رازي ما رليتو قوتي محبتم هي ورازي ما إيه كارهة بقلب لدروج ونبو لدروج ونبو عب زمان ويقو أو لم تطلق تراقينا كويلو سنك محبة الرزامان دي قلبة أوش قلبي لقدانيا كما بحثوا في الأنوار أي باطنا ناكوي تراقي وهذا بناء على ما هو الحق عند أهل السنة أن المشيئة والإرادة غير الرضا والمحبة رضا ومحبة شي قلبية مشيئة إرادة لفظة
بصنبي باقي كم هذا دون الزمارك شو مالك فقيا مستا ششكا صاحب دون الزمارك يقطعوا بعدم حله باطنا او بعباطله اجهاله ولا يجب هذا الخلاف في بيع بلا عنوان ولا إكراه فليقطع بعدم حله باطل لقول تعالى عن تراضي رزامان دي نبو خرتي نبو إكراه بنا رزامان دي شي نبو لدرا لدرا وفي رازي نبي بيعنا بلبس فوش بيت بلبس ويقو أو زعما دارين أو بيعك هاتيا بنا لباتينا حرارنيا وش تحكي زعما الله زعما أما هذا ظاهري ده زعما